طيب معانا عبر الهاتف واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، واحد من الاسماء الكبيره اللي لعبت ليه النادي الاهلي، الكابتن الكبير كابتن احمد صديق مدرب الجونه الحالي. كابتن احمد مشرف ومنور. ربنا يخليك يا كريم، اخبارك انت ايه؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان يا حبيبي، وموفق دايما كده. يا رب يخليك. امورك كويسه؟ كله تمام في الجونه؟ كله خير يا حبيبي، الحمد لله. والله تجربه الجونه دي تجربه المفروض تبقى كويسه، ظروف كويسه والامور كويسه بالنسبه للجونه. صحيح النتائج لسه محتاجه شويه تظبيط، بس الجونه كمنظومه ماشيه بشكل مستقر الى حد كبير. والله يا كريم دي حقيقه، يعني نادي الجونه من الانديه المحترمه جدا جدا. الواحد سعيد انه بدايته في المجال او النقله الحقيقيه بعد طبعا الفترة اللي الواحد قضاها في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ان البداية تبقى في نادي محترم زي نادي الجونة لا يقل عن النادي الاهلي وعن الاندية الكبيرة للامانة، امكانيات كويسة جدا، ينقصنا التوفيق بس، لان النادي ده المفروض بجد يبقى في حتة تانية. يعني الامكانيات اللي الواحد شافها في النادي والاحترافية اللي موجودة في مجلس الادارة والجهاز اللي معانا، لا ان شاء الله النادي الواحد يتمنى ان يبقى فعلا حقه يبقى في مكانه ثانيه. سعيد بالتجربه طبعا، وبشكر الكابتن تامر مصطفى والكابتن رضا الفداوي والكابتن طارق سليمان، ده الجهاز اللي معانا، بشكرهم على الثقه دي، ونتمنى التوفيق كده لينا ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله يعني بدايه خير لينا جميعا باذن الله حبيبي. النتائج بقى في الفتره الاخيره بالنسبه لك مرضيه، ولا انت شايف انه كان فيها سوء توفيق؟ والله يمكن احنا بس قابلنا سوء حظ شويه في المباراه، دخلنا كمان على المباراه صعبه جدا، يمكن دخلنا على ثالث دوري ورابع دوري، لعبنا اول مباراه لينا كانت في يوتشر، وبعد كده لعبنا كوتشر وبيراميد وبعد كده سيراميكا، يمكن بس عدم التوفيق بالنسبه لنا كان في مباراه المقاصه، لكن اول ثلاث مباريات كانوا صعب جدا، كنا نتمنى نحقق فيهم نتيجه ايجابيه، يمكن ما كانش لسه طبعا اللعيبه اتعودت على شغلنا وعلى فكره الكابتن تامر، لكن بعد كده الامور بدات تتظبط شويه، خدنا 4 نقط من فاركو ومن الاتحاد، فرقتين كبار وماشيين بيقدموا بشكل كويس، يمكن الاتحاد النتائج مش مستعداه، لكن فرقه كبيره وفرقه محترمه، فانك تكسبها اخر مباراه دي يمكن بنعتبر انها بدايه حقيقيه لينا واللعيبه والنادي الجونه. نتمنى التوفيق الفتره الجايه، لان زي ما بقول لك اللعيبه امكانيات اللعيبه اللي موجوده في النادي تخلي النادي في حته ثانيه للامانه. نفس الكلام او نفس الشيء بالنسبه للنادي وامكانيات النادي، لا المفروض فعلا النادي ده يبقى في مكانه ثانيه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نعدي المرحله الصعبه دي، وان شاء الله الفتره الجايه ممكن باذن الله النادي ده نقدر ان شاء الله نخليه في حته ثانيه باذن الله. ان شاء الله يا رب موفق. كابتن احمد واحد من الاسماء اللي انا شخصيا اتوقع لها مشروع مدرب كبير. عايز اسالك بالتاكيد على النادي الاهلي بقى، بكلم نجم النادي الاهلي، فاسالك امبارح اكيد احزنك امبارح خساره النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، رايك كيف اداء النادي الاهلي امس؟ اكيد طبعا الواحد زعلان جدا جدا ومتاثر جدا، لان كان في انجاز تاريخي للجيل الحالي ده، انه كان يحقق حاجه ما اتحققتش قبل كده، انه ياخد البطوله للمره الثالثه على التوالي. يمكن بص يا كريم، لو هنتكلم قبل ما نتكلم في الفنيات، الموضوع تحس انه موجه للامانه، يعني صدقني مش مبرر لكن دي حقيقه، الموضوع تحس انه موجه ان ليه الاهلي ياخد الثالثه على التوالي، او ليه الاهلي هو اللي ياخد بطوله افريقيا وهو يبقى رقم واحد بالشكل ده. من قبل المباراه التوقيت حتى اللي اعلنوا فيه الملعب بتاع المباراه النهائيه توقيت مش يعني توقيت غير مناسب تماما، تتكلم في بعد ما بنسبه 90% بقى الوداد في النهائي بتحدد المباراه في الرجاء، يعني موضوع صعب جدا، حتى الاحداث اللي حصلت للجمهور وللتذاكر ولكل الامور دي امور صعبه جدا جدا، لكن انا مش بقول مبرر ولا بقول عذر، لكن بقول احداث ما كناش نتمنى ان الامور تمشي بيها بالشكل ده. لو تتكلم في الامور الفنيه، وجهه نظري طبعا الاهلي ممكن ما كانش في افضل حالاته، مع احترامي الكامل لفريق الوداد، يمكن اللي كان مميز الوداد انه احترم الاهلي كويس قوي قوي، ادى المباراه بشكل تكتيكي على اعلى مستوى، كان بيلعب 4-1-4-1، ودي بنسبه كبيره قفل المباراه على النادي الاهلي وخد منها اللي هو عايزه. يمكن برضو مستر موسيماني ما كانش موفق من وجهه نظري طبعا في بدايه المباراه في التشكيل، انت لعبت ب 4-2-3-1 فخلاص كان لازم قفشه يلعب. انا معاك انك لو بتلعب 4-3-3 يبقى طبيعي جدا لو السوليه كان موجود كنت اقول لك اوكي العب بعتادر وطاهر وبيرسي تاو مفيش مشكله، لكن انت في غياب السوليه لو لعبت بحمدي فتحي وديانج بس في نص الملعب كان الطبيعي جدا جدا ان قفشه لازم يكون موجود في الملعب، فانا بتلعب 4-2-3-1 يبقى قفشه انسب واحد لرقم 10. يمكن دي من الحاجات اللي فرقت كتير جدا، لان انت من وجهه نظري ان انت كده خسرت على القادر في مكان مش مكانه، وخسرت عدم وجود قفشه، فكل دي امور ساعدت مع عدم التوفيق اللي كان موجود لبعض اللعيبه، وان اللعيبه كتير جدا ما كانتش في حالتها، ساعدت ان النتيجه تخرج بالشكل ده، لكن طبعا مش نهايه المطاف، بالعكس النادي الاهلي اكيد اكيد بيفكر في البطوله الجايه من دلوقتي،
وده اللي احنا متعودين منه عليه. خسرنا بطوله، وخسرنا من وجهه نظري كانت اهم بطوله صدقا، يعني كانت اهم بطوله لاسباب كتير جدا، لان زي ما بقول لك كان بقى في انجاز تاريخي كان سهل جدا جدا الجيل الحالي ده انه يحققه يعني. صحيح. طيب عايز اسالك تحديدا عن محمد هاني، مركزك بقى، رايك ايه في مستوى محمد هاني، ورايك ايه في الخطا اللي ارتكبه محمد هاني في الهدف الثاني امس؟ بص يا كريم، احنا مش يعني مش هنلعب مش هنعمل لعيب القطع يعني. محمد هاني نجم كبير وبقاله فتره موجود في النادي الاهلي. ما انا عشان كده سالتك، او بدايه سؤالي رايك ايه في المستوى اللي بيقدمه محمد هاني بشكل عام؟ زي لعيبه الكوره كلهم يا كريم، بيبقى في وقت الليفل بتاعه بيعلى جدا وبيوصل لاعلى مستوى، يمكن ده شفناه في كاس العالم للانديه وشفناه بعض المباريات. يمكن المباراه دي في كره الهدف ممكن ما كانش فيه توفيق او عدم تقدير جيد منه، لكن ده لا يقلل منه ابدا. وصدقني مش بقول كلام دبلوماسي، انا بقول الحقيقه فعلا. يعني انت لو بصيت لمعظم لعيبه الاهلي، نسبه كبيره جدا جدا ما كانتش في مستواهم. صح. يعني ده مش العادي بتاع ديانج للامانه. صح. مش عايز اقول اسماء كتير، لكن ولا ديانج كان في مستواه، ولا بيرسيتاو، ولا الشحات، لعيبه كتير جدا ما كانتش في مستواهم. فمش عايزين نقص على محمد هاني، ده لعيب ولعيب مهم، وكان من ضمن الاسماء اللي موجوده ومرشحه لمنتخب مصر. مش معنى غلطه او التسبب في هدف او عدم تأديب للكوره بشكل معين نقول انه سبب الهزيمه، لا ما نقدرش نقول كده خالص. عظيم. كابتن الكبير كابتن احمد صديق مدرب الجونه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب.